السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وضع زر لايك للفيديو لكي يصلكم كل جديد. تابعوا الفيديو حتى النهاية. شاهد التصفيق الحار والتحية الكبيرة من الجماهير الفرنسية للاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي. صنع الحدث اليوم اللاعب يوسف بليلي في ثاني مباراة له ونجح في قيادة فريق بريس لتحقيق فوز كبير بخماسية كاملة مقابل هدف ضد ضيفه تروى لحساب الجولة 23 من الدوري الفرنسي. وشاهدوا لقطة خروج يوسف بليلي في الدقيقة 88 والتصفيق الحار للجماهير الفرنسية للمستوى الكبير الذي قدمه اليوم. شاهدوا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضع زر لايك للفيديو لكي يصلكم كل جديد.